رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسماء آيات الشكر والتقدير بمناسبة انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وذلك خلال ختام الجلسة الاستثنائية الثانية اليوم باسمه وباسم أصحاب السعادة أعضاء المجلس، سائلا المولى العلي القدير التوفيق والسداد في مسيرة الخير والإصلاح والتقدم والرقي للوطن الغالي. وخلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، كما أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على تصديق اتفاق مع جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وعدد من البنود الأخرى، والتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع جمهورية مصر العربية. ناقشنا بجلسة اليوم طبعا النظام الأساسي لتشكيل الهيئة القضائية وفق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون. تركز هذه الاتفاقية على تشكيل الهيئة وإجراءات نظر النزاعات التي قد تنشأ بناء على الأحكام الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف أو الأفراد. تعتبر خطوة جدا هامة ومشرفة اليوم أن نكون كدول مجلس تعاون راح نخضع لهيئة قضائية مشتركة تضم من قضاة تلك الدول هي التي تحكم في هذا النوع من النزاعات، وهذا راح أيضا يكون باب من أبواب أن نستزيد في التشريعات الموحدة خاصة الاقتصادية التي نرتكن إليها بما يدعم الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون ويجعل أن التي تأخذ على مستوى اختصاص يعني خارج الاختصاص الوطني أن يكون فعلا تحت يد نظر هيئة قضائية خليجية أنشئت بناء على ما اتجهت إليه إرادة قادة دول مجلس التعاون وما تم التوافق عليه بشأنه.